تقول هل أكل 7 تمرات كل صبح هو وقاية من السحر، وهل المقصود بالتمر هو تمر المدينة النبوية فقط أو أنه ينفع من الأنواع الأخرى؟ الحديث من تصبح ب7 تمرات من العجوة العالية لم يضره سحر ولا سم. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تمرة العجوة ومن مكان محدد وهو العالية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود جنس التمر لا عين هذه التمرة، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لأنها إما أن تكون الأيسر عند الناس وإما أن تكون الأطيب، فثمة ما يكون سببا في التنصيص عليها، لكن لا يخص ذلك، هذا الحكم لا يخص التمرة في قول تمرة العجوة عجوة العالية في قول جمهور العلماء. وإلى هذا ذهب ابن حجر وجماعات من أهل العلم قديما وحديثا. فإذا تصبح ب7 تمرات من أي أنواع التمر أرجو أن يدرك هذه الفضيلة. لكن إن تيسر تمر العجوة وعجوة العالية على وجه الخصوص فهذا حسن. الحمد لله.